الرحمن الرحيم. باسمي وباسم الشهداء وباسم الثوار، نحن ليس لدينا مرشح أو شخصية لرئاسة الوزراء، نحن لدينا مواصفات ومهام وغير ذلك مرفوض. ومن يجتمع في ساحات التحرير أو في الفنادق فهذا ليس يمثلنا. وعاش العراق، عاش العراق. رسالة من الثوار، والروح في الدم نبكيك يا عراق، والروح في الدم نبكيك يا عراق، والروح في الدم نبكيك يا عراق، والروح في الدم. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين وآخر المستجدات على الساحة العراقية عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. نبدأ مع الوضع الأمني على الساحة العراقية، حيث سقطت صواريخ في العاصمة بغداد وبالتحديد في المنطقة الخضراء وفي الجادرية، وكذلك في بلد بمحافظة صلاح الدين، كما سقطت قذائف هاون في محيط قيادة عمليات نينوى شمال العراق. كشف مصدر أمني اليوم تفاصيل الصواريخ التي سقطت في بغداد وبلد، وأكد إصابة 6 أشخاص. وقال المصدر بأن صاروخين سقطا في العاصمة بغداد، الأول قرب ساحة الاحتفالات والثاني في منطقة الجادرية، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن 3 صواريخ سقطت في قاعدة بلد، أحدها سقطت بالقرب من مدرج الطائرات، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح. كذلك حذرت ميليشيا حزب الله فرع العراق الأجهزة الأمنية من البقاء قرب القواعد الأمريكية في العراق، كما وجهت ميليشيا حزب الله فرع العراق السبت رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وقال المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله أبو علي العسكري في تغريدة له على تويتر، قال فيها: سلامنا للحلبوسي غدا وبعده، عيوننا عليكم تراقب بدقة ما ستؤول إليه قراراتكم بخصوص وجود قوات الاحتلال الصليبية، تحذير واضح إلى رئيس البرلمان. بينما وجهت كتلة ميليشيا بدر النيابية وطالبت بجعل جلسة البرلمان يوم غد جلسة علنية. رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وجه اليوم السبت بإعلان حالة الحداد على أرواح قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومن معه الذين سقطوا وقتلوا بالقصف الأمريكي على بغداد. جاء في بيان لمكتب عبد المهدي بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوجه بإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم السبت. دعونا نذهب إلى أخبار ثورة تشرين، حيث يواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد والمحافظات تظاهراتهم واعتصاماتهم للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل جميع الأحزاب الفاسدة. ناشطون أفادوا بأن عناصر من الميليشيات هاجمت عددا من المعتصمين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد في وقت متأخر من ليلة الجمعة، وتداول الناشطون مقطعا مصورا يظهر لحظة هجوم الميليشيات على المعتصمين السلميين بالأسلحة البيضاء. نشوف المقطع ونرجع لكم. القضية الأحزاب، الأحزاب جاي الأحزاب كارتول بين شباب، شوف الأحزاب جت شاركوا البس شباب شاركوا هذول جاوا من الأول
نعم طبعا اللي صار اليوم انه بحسب ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار ومن مقاطع مصوره بان هناك محاوله من اتباع التيار الصدري المعروفين بالقبعات الزرق للسيطره على المطعم التركي والسيطره على ساحه التحرير وفرض اسماء معينه لترشيحها لمنصب رئيس الوزراء. بعد ذلك طبعا طلع المتظاهرين وهذا ما شفناه قبل قليل على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك بأنه المتظاهرون في ساحة التحرير أعادوا السيطرة على هذه المواقع ساحة التحرير والمطعم التركي. معنا اتصال أبو مالك من أمريكا. تفضل أبو مالك. الله يسعدك استاذ عمر. أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أهلا بك حبيبي. تحياتي لك حياك الله كادر القناة. أهلا وسهلا بك، تفضل أستاذ أبو عمر. أنا اللي دا أشوف المعطيات الأحداث اللي دا تصير، يعني هذا الشخص اللي انكتل يعني مهم أكثر من الأطفال اللي تيتمت والعالم اللي انكتلت بالعراق وسوريا، وهو آلاف الأشخاص برقبته، آلاف الأشخاص برقبته، كل الأطفال اليتامى برقبته اللي بسوريا واللي بالعراق. شنو هذا اللي عايري له أهمية؟ واللي أعلنوا الحداد الحكومة العراقية عليه ثلاثة أيام، يعني ذولا القيادين اللي موجودين بالعراق إلى أين راح يودون هذا العراق؟ إلى أي هاوية يعني؟ بعدين أستاذ عمر يعني جاء استغرب. نعم. يعني لهالدرجة يعتبرون اكو سياده للعراق؟ يعني هذا اللي الايرانيين يجلون ويصرون بالعراق، يعني العراق سيادته بس من طرف اخر من ايران مفتوحه؟ ما اعرف شنو المعايير الازدواجيه الموجوده عند هاي الحكومه اللي عندنا بالعراق، ما ابداها مهاني نهائيا. يعني بعدين هاي المتظاهرين الخطيه ذولا صار لهم ثلاث اشهر متحملين البرد والمطر والاذيه وهذا الاختطاف اللي عليهم والقتل اللي عليهم والمداهمات اللي بالسلاح الابيض. طيب ليش ما يلبون مطالبهم؟ استاذ عمر؟ نعم. يعني هاي مو كتله اكبر؟ هذا الشعب العراقي على بكره ابيه طالع بالمحافظات الجنوبيه والغربيه والصوماليه، هذا هاي مو كتله اكبر؟ لو الكتله الاكبر فقط مصالحهم على مود يطلع واحد يفيدهم ويحميهم من العقاب ومن المساءلة مستقبلا، هم هذا اللي يردوه، هذا اللي يبحثون عليه. نعم. شنو رايك بفرض اسماء معينه من قبل يعني طبعا هنا استاذ عمر هذا نعم من بعض الجهات المعارف. يعني هناك حديث انه اتباع التيار الصدري أو التيار الصدري ده يفرض أسماء معينة لترشيحها لرئاسة الوزراء، رأيك؟ تعرف ليش؟ أستاذ عمر تعرف ليش؟ نعم. لأن دولة السياسيين وأصحاب ورؤساء الكتل السياسية وكل الوزراء اللي شغلوا مناصب من 2003 لحد يومنا هذا أمامهم حساب عسير، فلذلك يردون ينسبون واحد، يرشحوا لهم واحد بحيث يحميهم من هذا العقاب. نعم. هذا ما ممكن. هذا ما ممكن، الشعب مصر على ترشيح شخص يكون من رحم العراقيين،
من رحم التظاهرات. نعم. أني أشكرك أبو مالك، أني أشكرك أبو مالك من أمريكا، معنا اتصال أبو عبد الله من لندن. تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أخي الله أشكرك. أخي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أدفع الظالمين بالظالمين. فالآن المتتبع للأحداث السياسية وتصريحات المسؤولين الأمريكان والإيرانيين، مثلا الرئيس الأمريكي ترامب يقول نحن قتلنا قاسم سليماني لإيقاف الحرب. طبعا يقول هو بدأ عملية إيقاف الحرب، وفي تصريح أمس قال إنه قاسم سليماني قتلت آلاف من الأبرياء والمدنيين وقتل مئات من الأمريكان. طيب لماذا يعني كل هذه الفترة أعطيته المجال لقاسم سليماني البطش والقتل؟ وحسن روحاني اليوم تصريح حسن روحاني يقول قاسم سليماني كان مهمته نشر الأمن والاستقرار في المنطقة. يعني أخي المتتبع الأحداث السياسية، قاسم سليماني والميليشيات كانوا يعملون تحت مسمع ونظر الأمريكان والدول العالم أنهم يقتلون ويبطشون، فلماذا أعطيته كل هذه الفرصة المجال أن يبطش؟ ورأينا ماذا فعل شعبنا العراق، يعني المليارات سرقت والشعب العراق يموت جوعا وقتل وتهجير. لماذا هذه الفترة الأمريكان سمحوا لي وهناك يعني الوزير الدفاع الأمريكي مارك سبنسر يقول الآن هناك تغيير في قواعد السياسية، يعني أنهم استخدموا هؤلاء الميليشيات المجرمة في قتل وتهجير المقاومة السنية العراقية وقتل العراقيين، فالآن مهمتهم انتهى. فنحن نقول مثل ما أكرر حديث الرسول اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، فأتمنى أن يكون شرهم قارب أرض العراق. فهم الآن يقول نحن قتلنا يعني لإيقاف الحرب قتلنا سليماني والمهندس لبداية وقت إنهم العمليات الحرب يعني. وهنا المسؤولين الإيرانيين يهددون إن انتقامهم سيكون مزلزل ومدمر، وتصريح عادل عبد المهدي شيء مخزي. هم يقولون يربطون نفسهم عقائديا بإمام حسين، ومهندس هو نفسه كان يقول هيهات الزله، ففي زله. ويقول عادل عبد المهدي يقول على الجميع الضبط النفس، فأي ضبط نفس؟ هم أمريكان قتلوا يعني عراق كرب سليماني وقيادات الميليشيات، فإذا أنتم رجال وإذا هيهاتكم الزله لماذا ضبط الناس؟ لماذا تذهبون إلى أهل الموصل تقتلون أهل الموصل؟ لماذا كان تقتل يعني خيس قزعلي كان يقول أهل هؤلاء الأحفاد وذلك الأجداد؟ فأريد أعرف خيس قزعلي هذا الجربوع هذا الفار مختفي الآن، فالأمريكان من أين أصولهم ومن أجدادهم؟ فنريد أجدادهم، فأتمنى إن شاء الله نارهم تأكل حطبهم خارج أرض العراق. أشكرك أبو عبد الله من لندن كان معنا. معنا اتصال أبو قمر من النرويج. تفضل أبو قمر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يحييك أخي العزيز. يا أهلا بيك. إذا سمحت لي يعني أدي شعوري يعني أعطي يعني رأيي ببرنامجك الحلو. الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك. تفضل أخي العزيز. بالمناسبة أول شيء إن شاء الله رب العالمين يفتح وسيع جنات الكل شهداء نعم. إذا تنصر التلفزيون أبو قمر إذا أمكن، إذا أمك تلفزيون تصلية. أي والله صحيح. أي والله نصينا يا الله يخليك. أي حسنا أنا تفضل مباشرة إن شاء الله رب العالمين يخليني ممكن أقول اللي بقلبي يعني عندي 24 سنة في الغربة هاي. عندي ملاحظتين إذا تخلي يعني أنطي رأيي. تفضل. هذول الذيول اللي إجوا بال 2003 منهم اللي اشتغل على مشروع الطائفية، ومنهم اللي هو اللي يحكم العراق هسه بما يسمى رئيس العراق اللي اشتغل على رئيس اللي اشتغل على مشروع الكره الاخوان الاكراد شمال العراق الحبيب كانوا يطلعون ورقصتهم هاي العشائر الحلوة اللي نبتهج بيها ونفرح بيها. اشتغل على خرب جيل كامل، خلى الاكراد كلهم يكرهون العراق والعرب بصورة عامة. هذا الرئيس اللي هسه هو اللي يحكم العراق.
على العموم الموضوع الثاني اذا سمحت لي والله ان شاء الله ينصر المتظاهرين وهالشاب الحلو اللي وقف قبل بدايه برنامجكم قال عاش العراق عاش العراق وعاش العراق والسلام عليكم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك أبو قمر من النرويج كان معنا. خلونا نقرأ رسائل واتساب. يقول السلام عليكم، ميليشيات إيران لا يقدرون على أمريكا، ما يقدرون على المظلومين، يقدرون على المظلومين من الشباب. أخوكم أحمد من مصر. رسالة يقول فيها سقط مجلد أمريكي واحد في العراق، أمريكا قلبت العراق رأساً على عقب، وبعدها سقط قائد إيراني، قامت الدنيا ولم تقعد، والكل اليوم يهدد ويطالب بأخذ الثأر. يقول استشهد أكثر من 610 من شباب العراق خلال شهرين، وتم إصابة أكثر من 20,000 عراقي، ولم نسمع صوت سياسي يطالب بدمائنا. هل دم العراق رخيص إلى هذا الحد؟ حتى جميل الشمري يقول لن تقدموه للقصاص، واليوم تطالبون بكل وقاحة من الشعب أن يساندكم في حربكم، حرب الوكالة. أبو أوس من تركيا. رسالة يقول فيها السلام عليكم، تحياتي لك ولجميع العاملين بقناتكم الصدوقة. يقول هذا المجرم ما يستحق الحداد. يقول مجرم قاتل، قتل شباب العراق بدم بارد وقتل الألاف. يقول هل يكون الحداد يكون له الحداد، وحتى الرحمة لا يستحقها كما يقول. يقول حسبنا الله، أو تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بكل ذيل من الذيول. لهفة من ألمانيا. لهفة من ألمانيا. رسالة يقول فيها السلام عليكم أخي، أريد أفهم أكو هيش خبر على أساس رسالة شفوية من ترامب يقول فيها أهل الكرف في بغداد ستغلق جميع الدوائر والمدارس والجامعات. لا أخي ما سمعنا أي خبر بهذا الشيء. رسالة يقول فيها تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق، مشتاقين أستاذ عمر الله يسلمك. يقول إيران سوف تخوض حرب ضد أمريكا بالوكالة عن طريق ميليشياتها في العراق. يقول صفوا حساباتكم بعيدا عنا، لا نريد أمريكا ولا إيران أن يبقون في العراق. تحياتي أخوكم أثار عبود آل حجي خشن من ذي قار قضاء الفهود. رسالة يقول فيها نوار من هولندا يقول السلام عليكم، عادل عبد المهدي يعلن الحداد وإحنا يقول نعلن التهاني والتبريكات. رحم الله شهداء الثورة، ها هو النصر القادم بعون الله وبعون شباب الثورة. تحية لكم يا أبطال العراق وأنتم في ساحات الوغى. نوار من هولندا. رسالة يقول فيها حمد الله، حمد لله على السلامة أستاذ عمر منور، الله يحفظك. أشكرك بارك الله بيك. يقول ربي يحفظ العراق والعراقيين من كل سوء، ويجعل دائرة السوء على من يريد الشر في بلادنا. رسالة يقول السلام عليكم، تحياتي لقناة الرافدين. يقول قتل قاسم سليماني بضربة مؤثرة للمشروع الإيراني التوسع في المنطقة، ولكنها ليست كافية. يقول طالما النظام الإيراني بقيادة المجرم خامنئي قائما، أبو وليد من الأحوز. نعم معنا اتصال أبو علي من واسط. تفضل أبو علي. نعم أبو علي تفضل، أسمعك تفضل. تسمعني أبو علي؟ أبو علي نعم، يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو علي. رسالة من فاتن من ألمانيا تقول فيها مساء الخيرات لقناة الرافدين العزيزة. تقول ألف هلهولة بقتل سليماني حتى من شيعهم صار بالتشيع شون ضربات شماله. يقولون هم سليماني والمهندس حجي ما يقتلون المتظاهرين. ما أعرف يعني الربط. نوبات أكو شوية أخطاء إملائية تخلي الرسالة غير واضحة. على كل حال رسالة من أم علي من ذي قار تقول السلام عليكم، نريد وطن خالي من الأحزاب، وفرحتنا احنا العراقيين ما تنوصف بمقتل سليماني. رسالة يقول السلام عليكم اخي، انا جاسم من العراق، ان شاء الله اليوم القادم يكون مقتل المجرم هذا العامري وقيس الخزعلي، والسلام عليكم. طبعا احنا دائما من نقرا الرسائل او الاتصالات هي تعبر عن راي المتصل او مرسل الرسالة.
نعم، طبعا اليوم تظاهر أهالي قضاء الشطرة في محافظة ذي قار لدعم الاعتصام في مدينة الناصرية وتأكيدا على استمرار ثورة تشرين. أكد المتظاهرون دعمهم لمطالب الثورة وأهمها إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين والتخلص من العمالة الخارجية والتدخل الأجنبي في شؤون العراق. معنا اتصال أبو علي من واسط يعاود الاتصال معنا. تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. هي حضرتك أستاذ عمر. حياك الله. يا أهلا بيك. الرافدين. الله يسلمك ويخليك. الله يحفظك. في بداية نحمد الله على الخلاص من مجموعة كبيرة من الإرهابيين اللي خططوا وقتلوا العراقيين. سواء قتلوا بيدين المتظاهرين وبيدين غيرنا، أهم شيء رب العالمين استجاب دعائنا وإن شاء الله البقية أو السبحة راح تكتمل إن شاء الله. المتظاهرين راح يظلون صامدين إن شاء الله، لأنهم هم حققوا أهداف هواي راح تتحقق، والعالم الآن بدأ يوقف وياهم، بدأ يسمعهم، بدأ يشوفهم، وبدأ يحقق بعض إنجازاتهم. كل الطرف الثالث اللي كانوا مخفيين اليوم طلعوا، صاروا بنظر العالم إرهابيين، بغض النظر منه اللي خلاهم إرهابيين أو ما خلاهم، لكن هم قعدوا في مكانهم الحقيقي اللي هو الإرهاب. الجماعة كلهم خايفين طبعا وضامين رؤوسهم، ما حد طلع راسه، واليوم بعض صواريخ طارت مناه ومناه، هذا كله طبعا بس يردون أساس أنهم عود ينتقمون، بس إحنا ندري بيهم كل شيء ما يسوون ولا راح يسوون ولا راح تهديداتهم تصير. إحنا نسأل الله أن يضرب الظالم بالظالمين، الظالم بالظالمين، وينجي الشعب العراقي من بينهم سالمين إن شاء الله. هذه صواريخهم اليوم يتمنى يجيدونها، زيدوها، احنا ودنا والله. احنا هذا مالت السفاره الامريكيه اخر شيء طلعوا اثنين من عمالقه الارهابيين اليوم طلعوا وقتلوهم وراحوا. والله نقول لهم احنا عندكم اياهم، لازم يا اخوان تطلعون الامريكان، لازم انتم تخصفونهم حتى يردون الامريكان يعلمونهم الدرس، يعلمونهم ان امريكا مو سهله. امريكا مدريد شيء تسوي شيء، صح هم امريكا كبرتهم وسوتهم، لكن بالاخير امريكا قلبت عليهم. هذا بخت الشعب العراقي، احنا بالعراق انه كل يعرف انه الشعب العراقي عنده بخت. اي واحد يهدد الشعب ربك ما يقصر وياه، لان الشعب لا حول ولا قوه، ما عندهم غير العلم. والحمد لله انتصروا بمشيئه الله سبحانه وتعالى وتكاتفهم وقوتهم، والباقيين ترى راح ينكتلون واحد واحد اذا ما شردوا. هسه اليوم ولا واحد اليوم بالتشيع من طلعوا، ترى بس شو اسمه عبد المهدي طالع برا ويمشي، الجماعه ماكو. نعم. مع تحفظنا يعني ياه اللي قال لهم ليش ابو مهدي المهندس مو هذا العامري، ليش ابو مهدي المهندس مو صالح الفياض، هذه طايبهم بيناتهم يحلونها. احنا ندري هم نشوف ونقرا بعمرات السياسه بعض شيء يصير، لكن نقول الحمد لله الله خلصنا من اثنين وان شاء الله البقيه اتين. واحنا نشكر الرافدين لاتاحه كل الفرص انه احنا نحكي ونطلع ما عندنا من يعني من حرقة قلب، من سوالف، من تأييد للمتظاهرين سواء كنا وياهم أو بعيدين عنهم. نعم. وأنا أجدد الشكر للرافدين وشكر لجمهور الرافدين، والعراق سينتصر إن شاء الله. شكرا أستاذ عمر. شكرا، أنا أشكرك أبو علي من واسط. كان معنا اتصال سودي من تونس. تفضل. ما أدري تسمعني من تونس؟ انقطع الاتصال. معنا اتصال صباح من بغداد. تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام. رحب بكم قناتكم الكريمة. الله يسلمك. الله يسلمك. إن شاء الله سنة خير على العراقيين كلهم وعلى المتظاهرين كل مناطق العراق الجنوبية وبغداد، ونوصيهم أن يبقون سلميين، يبقون بأماكنهم، يعني لا يحاولون يعبرون جسر أو غيره بالذات بالفترة هاي، لأن يعني هاي فترة حرجة، وإحنا هسه اكتشفنا من العالم الإسلامي كله أنه هو صراع أمريكي إيراني، وعن طريق الذيول الإيران من الميليشيات والحشد اللي يسمونه حشد مقدس. نشوف هسه الصراع بيناتهم، القصف حزب الله في القائم، وصارت ردة فعل على السفارة الأمريكية. يعني هو صراع بين احتلالين، احتلال أمريكي واحتلال إيراني، يعني دمر المجتمع العراقي بالكامل. فخلي يحافظون على سلميتهم
وما يدخلون انفسهم في هذه المواضيع لانهاء الميليشيات، واذرع ايران بالعراق جاي تنفذ مخطط ايراني بضرب كل القواعد الامريكيه، وخلي يضربوهم بعثهم بينهم. لكن ان احنا اختيار الاهداف اليوم يعني المنطقه الخضراء، احنا نعرف حي التشريع ومجمعات وغيرها وبها عوائل عراقيه، شوف الميليشيات الطائفيه ما يهتمون الارواح الناس الموجوده هناك من العراقيين، يعني اهم شيء ان ينفذون الامر اللي جاهم من ايران في سبيل وسيله ضغط على الامريكان، وراح تصير رده فعل ثانيه من الامريكان على الميليشيات وقاده الميليشيات اللي دمرهم العالم. لكن احنا اكو صار فتشي بتشيع المهندس، يعني شفنا كل المسؤولين السنه، سياسيين السنه والسياسيين الشيعه بالتشيع حضرم جنازه المقبور المهندس اللي دمر الوطن العربي في سوريا والعراق واليمن ولبنان، كلهم لهم يد في قتل المسلمين بكل هاي المناطق. شفنا كل الدولة حضرت المسؤولين والسياسيين، وعند من قتلهم جهاز مكافحة الشغب والقسم من الجيش وقسم من الداخلية، من تم قتل المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، الضربات اللي بالرأس والقناصين والميليشيات اللي تم قتل الأعداد، يعني 500 شخص عراقي من أم عراقية وأب عراقي، مو مثل المهندس من ما حد يعرف أمه إيرانية ما حد يعرف، يعني هذول ما حد دار لهم بال ولا حد شيعهم ولا حد من المسؤولين والسياسيين، من وزير الداخلية، وزير العدل، وزارة حقوق الإنسان، رئاسة الوزراء، ما حد زار أي عائلة عراقية تم استشهاد ابنها بالجنوب، يعني ما وقفهم حتى المجالس التحقيقية في سبيل يعرفون الجاني ما وصلهم إلى أي نتائج. يعني شوف هذا لين عراقي ابن عراقي وطالع يطالب بحقوق المشروعة تم قتل على يعني ما داروا لبال لا الرئيس الوزراء ولا الرئاسات الثلاثة ولا أحد اهتم الأمر ولا حتى الناس اللي انتخبوهم أعضاء البرلمان من هذه المناطق اللي تم قتل أبنائها، ما طلع مستنكرم هذا اللي جاي يصير وساندهم أهل المقتول الشهداء. أما تشيع المهندس شوفهم شلون ركضت كلها، ركضت في سبيل يشيعون، وهو احنا نعرف لا علم المهندس وراح الدار حقه ان شاء الله في جهنم، ويلحقون غيرهم كل المجرمين قيس الخزعلي وهادي العامري والجماعة الخرساني والكتائب، ان شاء الله جايهم السرى، ونقول بعثهم بينهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ونخلص من هاي الغمة السوداء اللي دمرتنا 16 سنة ما قدموا فتشي للشعب العراقي كافي. يعني العراق هسه على يديكم صار ساحة معركة لإيران، إيران يريد يروح لإيران خلي يروح لإيران كافي عاد، يعني دمرتوه للبلد دمرتوه، مالك لحد الآن قاعد يدير الدولة كلها من خلف الستار، وخالين واجهة رئيس وزراء هيش طرطوحة هيش سامع ويديرون بوزاره، يعني هشه ما قدمت فتشي. نعم صباح. وكلها معتمده على هاي الميليشيات الطائفيه. نعم صباح من بغداد كان معنا اتصال ابو محمد من اربيل، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحياتي لقناه الرافدين. حياك الله يا اهلا بك. طبعا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، ادفع الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين ايديهم سالمين غانمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم. استاذ محمد، استاذ عمر. نعم. راس الافعى هي راس الافعى كوراس الافعى بقوا بس الذيول. ان شاء الله هذول الذيول هم يقتلوهم. بس انا شوف على شخص واحد ثلاث ايام حداد خلوه بالعراق. 600 واحد استشهدوا بالعراق ولا واحد ما فتح حاجة ولا حاجة. ذولا انكشفت أوراقهم أستاذ عمر. اليوم ذولا المشيعين شيعوا القتلى كلهم انكشفوا، ذولا كلهم إيرانيين، ذولا كلهم ذيول إيران، ذولا انكشفت أوراقهم، ذولا ولا واحد مو عراقي، كلهم نسوانهم إيرانيات وأمهاتهم إيرانيين. إن شاء الله منتصرين. أستاذ عمر شوف 600 واحد استشهد، المعممين شو اسمه ما حد حكى، بس على موت قاسم سليماني قاموا يحكون، وذول المعممين شكرا عيني يا أستاذ عمر. نعم أنا أشكرك أبو محمد بن أربيل كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر. تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. نحييك ونحيي اهالينا ونحيي ثورتنا المجيده ونحيي علمائنا واساتذتنا ورجال المقاومه المشروعه واعلامنا الحر الوطني اللي بدافع عن الارض والعرض والشرف وكرامه الانسان وقيمه الانسان ايا كان دينه ايا كان مذهبه. ده اولا. اما سيدي بالنسبه لعصابة السرسرية، عصابة السرسرية سيد انتهت خلاص فعليا، يعني انتهت على الأرض، انتهت وقانونيا انتهت. من هي أصلا القصة؟ من هي القصة؟ كلها قصة عصابات، وانكشفت حتى الناس اللي كانت مغيبة لسه ماشية ورا قريب العنصرية. يعني بندعوهم إلى صوت العقل. يعني فكر بعقلك، فكر بمخك، ربنا عرفوه بالعقل وبالمنطق. أنت ماشي ورا دول لحد فين؟ لحد إمتى؟ مستقبل أبنائك هيضيع، هتموت من الجوع، هتموت من القهر والظلم. نظام وطني محترم واختار براحتك. تخلوا عن العصابات، عصابات دي زمانها انتهى، قلنا انتهى، صفحة سودة وراحت لحالها. فيا اخوانا رجاء، يعني رجاء كل انسان عنده رحمة يعني يتخلى عنهم. دول بينتحروا. الجبان لما بيمسك سلاح وخلاص عارف نفسه ان هو خلاص اتمسك، بيقتل اي حد مجرم لا يؤمن بدين ولا بشرف ولا بعرض ولا بدين ولا بارض ولا ليه وطن ولا ليه قيمة. فندعو فئة المغيبين اللي لسه ماشيين ورا تجار الدين، عصابة الأحزاب المجرمة اللي بيدعوا للفتن وللقتل وللنهب وعايشين تحت وسط الاستعمار. ندعو للناس اللي تخلى عنهم، اتخلى الحزل وطنك. إذا كان العراق وطنك ارحزله، إذا كانت إيران وطنك روحوا في نصيبة، عيش مع الفرس هناك تحت مظلة المجرم خميني السرسري الصايع عدو الإنسانية، قاتل المسلمين أو الناس، ويدعي إن هو إمام المسلمين وإمام المفسدين. إمام المسلمين منين أنت؟ منين يعني؟ عبليك إله مثلا؟ إله العصابات بتقلهك بأن صفة. أنت كيان مصطنع أصلا، صنعتك بريطانيا وأمريكا والدول الغربية من آلاف السنين، وعارفين القصة. أنت كيان موازي للكيان الصهيوني، وكل من يتبعك فهو مجرم قاتل عدو الإنسانية. فندعو الله عز وجل بالنصر لثورتنا، وربنا يوفق علمائنا وأساتذتنا الأفاضل أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه حتى مستقبل الأجيال القادمة. إحنا عن نفسنا مش عايزين حاجة، عايزين وطن وكرامتنا فقط. نعم. شكرا مصطفى السيد من مصر كان معنا. معنا اتصال ابو احمد بن ديال. تفضل ابو احمد. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك اخويا. الامريكان من 2003 لحد الان ما صدقوا ويا الشعب العراقي، بس هسه بدوا يصدقون. خلي نشوف يعني هسه فرحه الشعب العراقي بمقتل الارهابيين الاثنين، ابو مهدي المهندس وسليماني، زين، وبقوا هاد ايش اسمه قيس الخزعلي والعامري وذولا. يعني اذا هم صار قنوا الشعب العراقي ويودون يحررون الشعب العراقي، فبقوا هذول هم نخلي يكملون عليهم. زين، وننصح الناس كلها لحد لا يقول لكم جهاد ما جهاد، هاي السوالف الاحزاب كافي، ملينا طقت روحنا. زين، هاي ايران تدعم منا داعش وتدعم الاحزاب منا، زين، وتخلي ناس تقتل ناس. والحمد لله والشكر المحافظات كلها من الجنوب للشمال كلها فرحانة وفرحوا الشعب العراقي، وخاصة أهل الشهداء. زين، ودم الشهداء ما راح حدر. زين، وأنا أشكرك قلبي أبو أحمد من ديالك. أنا معنا، شكرا لك. رسالة على الواتساب يقول: انكسرت شوكة الميليشيات وجاري تصفيتهم من شر أعمالهم، قتلوا سرقوا عذبوا هجروا، شرهم عما على كل العراق، والآن ستدور الدائرة عليهم، تسقط الذيول. أبو يوسف من الدنمارك. نعم، رسالة يقول فيها أبو عمار، يقول: السلام عليكم. يقول: الحمد لله بأن الله سبحانه وتعالى انتقم لعوائل
شهداء العراق في الموصل وشهداء ساحة التحرير وباقي محافظات العراق لقتل هؤلاء المجرمين من العجم. أخوكم أبو عمار. الرسالة يقول فيها: تحية لك أخي عمر، التغول الإيراني هو سبب ما يحصل في العراق والمنطقة، وهذا يأتي ضمن مخططات لضرب المصالح الأمريكية والإيرانية، هذا كله من سبب مخططات الشر. أمريكا وإيران وجهان لعملة واحدة، هدفهما السيطرة والنفوذ وما استهداف قيادات الحشد إلا دليل على ما ارتكبوه من حقد على السنة وجرائم قمع المتظاهرين السلميين، وما قتل الأفعى سليماني والمهندس إلا حلقة ضمن حلقات استهداف رؤوس الأفعى الإيرانية. لذلك الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وعقابهما لا أليم على اقتراف الجرائم بحق الشعب والمتظاهرين. بإذن الله تعالى القادم يأتي دورهم القيادات الأخرى ليلقوا نفس المصير. نعم طبعا يعتذر من استلام الاتصال، دائما نأكد الواتساب فقط عليه رسائل، وأرجو أن تكون رسائل قصيرة وواضحة. اتصال على الواتساب غير موجود وغير متوفر، فقط الاتصال هو موجود على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، اتصال مباشر. معنا اتصال علي من ديالة، تفضل علي. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، احنا من أمتى عرفنا إيران قامت تحب العراق؟ أشو زلمنا نصها راحت بإيران. نعم. هسه اليوم العراقيين حزنانين، هذا كل من يحزن مو شريف. ولا أصلا هذا المنعول الصفحة المنعول الوزير قاسم سليماني هو جاب لنا داعش. منين جاء داعش؟ قاموا ياخذون أختي وأمي وأم ذاك وحصروهم بالسجن وخلوهم يتوحشون. فما ظل احنا عندنا اي حل. اما يقولون امريكا، لا والله امريكا قمنا نتمناها على المود يساعدونا يخلصونا من ذول الكلاب وذول الكلاب. من على ابو ايران لابو يتقبل ايران، لابو قاسم سليماني لابو اللي يحتز بقاسم سليماني، لابو كل من يعز على موت قاسم سليماني، هذا مو شريف. يعني ايش ظل عندنا؟ خسرنا كل شيء، وخاصه اهل السنه. وايش ظل عندهم اهل السنه؟ أخي الكريم، نرجو من جماعتنا دول العراقيين اللي حد الآن مستشيعين ويا إيران، ولا شيعة العراق لا بيها اختلاف، بس شيعة إيران جوانا جدا ذولة اللي خربوا البلد وما خلوا عندنا شيء. عليش يحزنون يعني؟ وعليش يلطمون على قاسم سليماني؟ ألطموا على أنفسكم، ألطموا على عراقكم الراح، على هاي الشباب المقتت. نعم. يعني ايش ظل عندنا؟ بس تريد آلاف السجون هسه عندنا. نعم. آلاف الأطفال أيتام عندنا. آلاف الأرامل. يعني ايش خلوا علينا؟ ما تقول ايش خلوا علينا؟ والله العظيم، والله والله، حتى إذا انقطعوا الكبار هم الأطفال الأصغار بس تصحى على وقتها ويكبروا لا يقاتلون إيران. نعم. يعني احنا انا بس اريد اسال ذول الشيعة اللي هسه لحد الان هم قشمه وجاي يلطمون على قاسم سليماني مات، لا انا على صفحته. وش خلى عليكم قاسم سليماني؟ ولوا باعكم من جوا اللي جوا، اخذوا ثروات العراق، سجنوا الرجال مع العراق، ما خلوا عندنا ضابط ما قتلوه، ما خلوا عندنا طيار ما قتلوه، ايش خلوا؟ بعد انا اقول لك الحمد لله والشكر، خل عزينا نسواننا شويه لحد الان اكو عرض ضامينه. نعم. الحمد لله والشكر، الحمد لله صح العراق، وقاسم سليماني اول وتالي هو مات بالعراق، واول وتالي انقبر بالعراق، وان شاء الله بعد وراء الخميني ان شاء الله نقبره. نعم. علي من وينقبر ان شاء الله. علي من ديالة كان معنا. رسالة يقول فيها: السلام عليكم اخي الحبيب، العراق رأس العرب، وان شاء الله بهمة الشباب العراقي والفكر المتنور يقدر أن يغير حال البلد من الخراب إلى الازدهار والحياة الكريمة لكل شعب العراق بكل أطياف البطر، ولنا في دول العالم في النهضة، نهضة من تحت أنقاض الحرب العالمية الثانية كاليابان وألمانيا. عبر أبو ندى من الكويت، ويقول يضيف: التغيير دائما يبدأ من الفكر، متى ما تغيرت الأفكار لدى الشعوب سارت على طريق المجد والنهضة. يقول: اللهم احفظ أهلنا في العراق بكل شبر من أرضه العزيزة. نهى العبيدي في رسالة لها على الواتساب تقول: تحية لقناتكم الشريفة الوطنية، الله يضرب الظالم بالظالم وشعبي سالم. نعم. معنا اتصال أبو حسن من برلين، تفضل أبو الحكم،
تفضل أبو الحكم من برلين. تفضل أبو الحكم. شلونك يا أخوان؟ أهلا وسهلا بك، حياك الله، تفضل. تحية لك والمشاهدين. حياك الله يا أول شيء، إحنا اليوم اللي صار بساحة التحرير من بعض الصدامات والتنافسات هذا أمر طبيعي، يعني هما لما تصير يعني أول شيء تصفية الورقة الأساسية الرئيسية الإيرانية في العراق على يد الأمريكان ما كان ليحدث لولا ضغط الساحات وضغط المتظاهرين. هذه مسألة مفرغ من عندها، وأي شخص يتجاهل هذه المسألة هو بعيد عن الواقع. حاولت الأحزاب والأمريكان كلا الطرفين أن يخطفون المظاهرات ويحركوها باتجاه اللي يجعلها حطب معارك لإراداتهم السياسية، لكن بشجاعة المتظاهرين وساحة التحرير والوعي المنتشر بين المتظاهرين وثباتهم على المطالب وهو إسقاط العملية السياسية وذهاب النظام ودستور جديد ونظام رئاسي وحزبين فقط، ماكو 100 حزب، حزبين، حزب معارض حزب حاكم، هذا النموذج والإصرار عليه هو اللي قطع الطريق على الأمريكان وقطع الطريق على الأحزاب ومنعهم من استغلال التظاهرات. هذه المسألة بقت الصراع والتنافس داخل العملية السياسية بينهم. هذا التنافس لما احتدم وصار حاد جدا اضطرت أمريكا أن تصفي أوراقها بنفسها وتحاول أنه تخلق أزمة، تنزل هاي الأزمة إلى الشارع، تتخلص من المظاهرات وتجعل من الميليشيات هدف وتنقذ عملياتها السياسية. احنا هذا كله ما يخدمنا، احنا يخدمنا شغلة واحدة، هاي العملية السياسية خربت العراق من 2003 إلى اليوم، جعلت قرار مرتهن بيد دول الجوار، حكومات وأحزاب وشخوص باعت سواحل العراق جنوب البصرة إلى بريطانيا ومستعمرتها الكويت وغيرها. هذه التنازلات كلها بالنتيجة هي اللي تحجم العراق، هي اللي تضعف العراق. العراق بدون سواحل ليس عراق، العراق بدون حكومة مركزية ليس عراق. احنا ما نريد دولة ميليشيات وزعماء حرب، احنا نريد دولة حقيقية، وحتى نحصل على دولة حقيقية لازم تبقى الساحة بمطلبها الرئيسي وهو اسقاط النظام. ماكو ما يصير الساحة تتحول الى منصة للترشيح وتصفية اوراق وتنافس، هذا معناتها الاحزاب تنزل صراعها الى الشارع، تذوب المتظاهرات وتسحقها طارد المتظاهرين وتروح دماء الشهداء هباء منثورا وتستفاد وتبقى ضمن العملية السياسية. هذا خطأ فادح. الساحة تبقى نظيفة، الساحة تبقى تروج لأهداف ثابتة حتى إن ما حققتها، لكن منع الأحزاب والأمريكان على حد سواء من استغلالها يبقى الصراع بينهم داخل المنطقة الخضراء، وهذا اللي احنا نريده. تبقى الصراعات داخل أحزاب، الأحزاب أمريكا جابتها، أمريكا هي تشيلها، ولولا صمود المتظاهرين ترى الامريكان ما يضربون قاسم سليماني، كانوا مستفادين من عنده. نسينا لما كانوا هم يوفروا له غطاء جوي وهو يدمر مدن العراق. اذا المصلحه العراقيه اولا، المصلحه العراقيه هو بإبقاء الصراع داخل المنطقه الخضراء، منع اي جهه من ترشيح اي طرف دخل بالعمليه السياسيه من ساحه التحرير، من فايقها الكويتي الى سائرون اللي ما يوم لزمه وزاره ما صار فيها عمليه نهب وسرقه. هو شنو التيار الصدري يعني من يلزم الحكومه راح يكون اكثر نظافه؟ لا، شوفوا جيبوا لي وزاره واحده لزمها التيار الصدري ما صار فيها بوق. كلهم نفس الفيلم، كلهم حراميه، كلهم خدعوا الناس بالدين، وكلهم لازم يروحون. نظام العراق الجديد لازم يكون نظام رئاسي بحزبين فقط، فقط حزبين، ما في شيء اسمه هاي الدول العالم كلها ما كنت من حزبين، ثلاثة بالزايد زين، واللي ممكن يشكلون في تحالف لما يكون شو اسمه ما عندهم أصوات عدد اللازم. نظام رئاسي، حكومة مركزية، ما في شيء كل واحد جاي مسوي له مجموعة ورايح مسوي له راية وعلم وقاعد مسوي له تنظيم وموقع ويهوش. هاي الدولة لازم تمشي صح، وحتى تمشي صح المتظاهرين اللي وصلوا العراق إلى هذه المرحلة المتقدمة من الإنجازات خلال 3 أشهر لازم يصمدون أكثر ويستمرون على مطالبهم الموحدة وهي إسقاط النظام وعدم السماح لأي جهة ترشيح أي جهة من اللي شافته بالعملية السياسية. نعم. هذا كنت كلامي اللي حاب أقوله اليوم. أشكرك أبو الحكم من برلين، كان معنا اتصال كوثر من إيران. تفضلي كوثر.
انقطع الاتصال مع كوثر من إيران. نقرأ رسالتين في الختام. تحياتنا إلى قناة الواقع الحي، نبارك للعراق، يقول ونزف التهاني بقتل المجرمين وقالة الإرهاب، وإن شاء الله أمريكا تستمر بقتل كل ذي الفرس الغدارين التي قلوبهم مليئة بالغل للعراقيين. وصلاة عزيز الزهاوي من الدنمارك. نعم، إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.